يقول السائل: ما حكم الاقتراض وأخذ الهدية من تاجر ماله حلال ولكنه يتعامل بالرشوة في إخراج بضاعته من الجمارك؟ يجوز أننا نأكل من طعام الذي ماله مختلط من الحلال والحرام، وأن نقبل منه الهدية، إلا الذي ماله كله حرام خالص، هذا لا يجوز لنا نأكل منه ولا نقبل منه شيئا. نعم.